أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألوانه فيه شفاء
إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا No!